الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، عندنا سنن أبي داود. باب في النور يرى عند قبر الشهيد، في النور يرى عند قبر الشهيد. ورد عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، راه المصنف في سندي، قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. هذه روايات عروة عن عائشة، وإن كان حديث فيه ضعف. محمد إسحاق ومدلس، لكنه صاحب السير يعني، وهذا يستأنس به، ما في شيء. حديث ثاني أيضا عن عبيد بن خالد السلمي، قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمع أو نحوها شهر يعني، فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له، وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال رسول الله فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعبة وعمله بعد عمله. لكن إقحام هذا الحديث في مسألة النور عند الشهيد يعني متكلف فيه. قال إن بينهما، يعني ما بينهما، إن بينهما كما بين السماء والأرض. وهذا عجيب، هذا عجيب يعني، درجة الذي مات بعده بشهر، وهذا قتل شهيدا والآخر مات يعني دون أن يكون شهيدا، ومع ذلك تفوق عليه. هذه مسألة نبينها. لكن الكلام هنا على النجاشي، في فضل النجاشي، فضل النجاشي عن عائشة أنه قال لما مات النجاشي. وهنا الحديث أيضا لا يطابق، لأنه قال النور عند قبر الشهيد، النجاشي لم يموت شهيدا، أن الشيء لم يموت شهيدا، إلا أن يقال بحديث أنه من مات يعني غريبا مات شهيدا، ولم يصح في ذلك أثر، لم يصح في هذا الباب أثر عن ذلك أن يكون بغربته يكون أن يكون شهيدا. لكن الشيء طبعا هذه كرامة للنجاشي، الكرامة كانت في التابعين وتابع التابعين من جاء بعده. أن الشيء أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلد الكفر، وزوج ميمونة وزوج أم حبيبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الحق أن نقول هذه كرامة، وقد جاءت الكرامة عن كثير من أهل الفضل من النبلاء والعلماء والرفعاء. البخاري لما قبض على حياته وبكى وقال لما قبضني الساعة، فما مر أسبوع إلا قبضه الله جل وعلا. قالوا قبره ظل يفوح مسكا شهرا كاملا. الله أكبر، قبره ظل يفوح مسكا شهرا كاملا. إمام أهل الشأ الإمام البخاري، أروحنا فدا لهؤلاء النبلاء الرفعاء من العلماء. فالحديث لا يطابق لأنه ليس بشهيد، ما قتل شهيدا. الحديث الثاني فيه الشهادة، وفيه كأن النور العمل الذي يرتقي به، لكن هذا الحديث فيه غرابة في هذا الباب. الحديث جاء عن من؟ عبد الله بن ربيعة. نعم، عبد الله بن ربيعة مختلف في صحبته، ولأن شعبة قال هو صاحب وأقرب صحبتي، وابن حبان ذكره في ثقات التابعين وهذا الأقرب. ولذلك ابن أبي حاتم قال إن كان السلمي فهو من التابعين، وقال في موضع آخر عبد الله بن ربيعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ابن مسعود. فعبد الله بن ربيعة الصحيح أنه ليس بصاحب، لكن عبيد بن خالد هو عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه وارضاه. قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، بعقد المؤاخاة كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع، وأيضا آخى بين الأنصار والمهاجرين. قال فقتل أحدهما، يعني في سبيل الله قتل شهيدا في ساحة الوغى، صار شهيدا، وهذه من أرفع المنازل عند الله جل وعلا. أما الآخر مات على فراشه، ما مات في ساحة الوغى، وكان يتنافسان على الخير بجمعة أو بشهر على التوقيت. فلما صلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم، فجاء التعليم بأسلوب تربوي رفيع، فقال رسول الله ما قلتم؟ يعني ما دعوتم عندما صليتم عليه؟ قلنا دعونا له، وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. يعني كأنهم جزموا بأن الشهيد أرفع منزله، لعموم قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلأنه استشهد فظنوا أن الدرجة أعلى، فقال رسول الله فأين صلاته
بعد صلاته وصومه بعد صومه. والمعنى هنا أين هنا تفوق عليه بإيش؟ بصلاة وصوم وزكاة ولو يوم واحد. طبعا هذه المسألة تتأتى بأن رجل كان يصلي بحضور قلب عظيم، فكان خاشعا متصدعا، كان متمسكنا متضرعا، كان يأنس بالله جل في علاه، فقد يبلغ مبلغ الصديقية، قد يبلغ مبلغ الصديقية، فيكون هنا قد ارتفع درجة عن الشهداء. ولأن عمر لما دعا ربه عمر بن الخطاب سمع سمع يقول أثبت أحد، أو قال أثبت جبل أبي كبيس أو غار حراء، نعم أو جبل حراء، قال أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وذلك عمر كان يدعو الله تعالى أن يكون شهيدا، وقد استجاب الله له، لأن الصديقية ما أحد نازع أبا بكر فيها بحال من الأحوال. قد يكون هذا الرجل صلى خاشعا، صلى متقربا، يعني أخلص جدا في العبادة لله جل في علا في هذه المدة، فارتقى منزلة فوق منزلة الشهداء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاتي، وأين صومه بعد صومي، وأين عمله بعد عملي. ذلك أراد أن يبين لهم المكان. قال: إن كان إن بينهما كما بين السماء والأرض، يعني هذه الدرجة كانت درجة كما بين السماء والأرض. هذه معناها أن الرجل ارتقى على الشهداء، والارتقاء على الشهداء يكون ارتقاء على إلى إلى الصديقية، إلى درجة الصديقية. فنقول اجتهد في العبادة فبلغ منها في الإخلاص مبلغا، فرفعه الله درجات على أنه كان مخلصا لله جل في علاه، وكان محبا لأخيه، وكان مطواعا، فقبل الله طاعته وجعله بأرفع المنازل، وجعل الله بأرفع المنازل. لكن هذه أيضا فيها فضل من طال عمره وحسن عمله. ولذلك النبي قال صريحا، قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. الفوائد المستنبطة: فضل النجاشي هو خير الناس ومن خير الناس، فالنور في قبره أنه كان وحيدا بين أهل الكفر وأسلم ولم وحسن إسلامه. حسن الأسلوب التربوي من النبي صلى الله عليه وسلم حين التعليم بالسؤال والجواب، هذا إبداع. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.